في حاجه بقى، طب كل ده موجود، عندنا لعيبه وعندنا مدربين وعندنا في كل الالعاب. طيب مين برضو في صاحب الفضل؟ في ناس اصحاب فضل. اصحاب الفضل هي الجماهير الداعمه لكل هذه البطولات، جماهير نادي الاهلي العظيمه اللي هم الحقيقه بيجروا يعني بيدفعونا دافع كده انك تكون نمره واحد في كل لعبه من الالعاب. فانا بشكرهم كلهم جدا، لكل الجماهير. هنا خلاص احنا وصلنا دلوقتي للنشاط الرياضي، يعني التكوين اللي احنا اتكلمنا فيه ده وصلنا له. فاضل كل ده بيخدم ايه بقى؟ كل ده لخدمه كيان الاهلي. هو ده اللي في النهايه بالنسبه لكلنا، عشان كيان الاهلي يتكون من هذا الامر.